ساعات ما حشتكش بالشبعات برشا بشوف حاجات جدد. المرة هذه سرحتنا جوست هوني سيدي بوسعيد، نتصور لكلكم تعرفوها. تحبوا تحوسوا في زنقها البيض وزرق، تترشفوا كويس تاي في سيدي شبعان، تفطروا في دار زروق وتتفرجوا في الجبل والبحر وتذوقوا أبن بمبلوني في البلاد. أما ما عملناش الحلقة هذه باش نحكي لكم على حاجات تعرفوها بالطبيعة. اليوم باش نوريكم سيدي بوسعيد أخرى عمركم ما شفتوها. عسلامة مرحبا. صحيح هي بالرسمي مشكلة ما انت نعانيو منها الكل، ما انت برسكنا والأولاد اللي يخدموا هنا ما كيفية العباد ما عندها تطلع وهو مين با مازال يتفرج في النصبة ولا في القطعة اللي بشي يشريها تلقى الكهرباء متعدية، ما انت تقلقوا ملي كان بشي يحبس شوية تقلقوا يولي يهز روحه ويمشي، مش معقول حتى تعرف ما انت نورمال مون الكهرباء يشوفوا لهم بلاصة أخرى يتعدوا منها ولا يطلعوا يهبطوا من الشيرة الأخرى، نورمال مون تتقسم له بلاصة، ما عندما يجيش بلاصة لتبيع بيع فيها العباد هي بيدها معناتها الكراهب في وجهنا، مش معقول حتى طرف برشا كراهب وسخ وديما زحمه والكيران كي يتعدي ويضيقوا علينا الكياس وكل، معناتها جا بلاصه كي من هكا انت تطلع باش تحوس فيها ترسيلك تقعد معناها متضايق بالكراهب وكل. دو بريفيرونس ينظموا الباركينغ يعملوا هكا كيما البلاصه نجموا نقعدوا فيها. ولا ايش باش نقول لك الحقيقه، انت عربي برشا مشاكل هنا، معناتها احنا توا نخدم على رواحنا وكذا، عباره واحد نصب في شردي جول، معناتها شنو الفرق، كراب متعديه السلعه تتمسخ، ابسط الحاجات مثلا في الصيف عباره يوميا تتعدى كهرباء ومسلك سلعه هاو كسر لك حاجه وتجي تكلمه حتى الحق ما عندكش عليه حق.